السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم نورة من قناة بيتي جنتي مع نورة. حبايبي هننضف مع بعض النهاردة الكرشة بطريقة تحفة وهتعجبكم بإذن الله ومش تاخد معاكي وقت، وكمان هغسلها بالصابون الأبيض. أيوة بالصابون الأبيض عشان الزفارة. تعالوا معايا عشان نشوف أنا عملت ايه ووصلت اللي أنا عايزاه ده ازاي، والنظافة دي وصلت لها ازاي. يلا تعالوا عشان تشوفوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. كل سنه وانتم طيبين. معاكم نوره من قناه بيتي جنتي مع نور. حبايبي ان شاء الله هننضف مع بعض الكرشه. يعني ما شاء الله احنا يعني جت كده، فايه بصوا اللي هي الغربال تمام، والكرشه التانية دي يعني هي جبناها بحلقه كده، فقطعها ونضفها معاكم يعني بطريقه سهله جدا وبدون اي افتكاسه. اهو دي كمان اللي هي اللي بيسموها الشراميط، سهله جدا برضو ان شاء الله. يعني هما بيقولوا بيخافوا، كل الناس بيخافوا يشتروها، بس هتضافها معاكم. الناس بقى اللي يعني ما بتحبش الحاجات دي ما تتفرجش بقى على الفيديو، انا بوريها الحبايب الصغيرين اللي عايزين يتعلموا. برجع منكم الاشتراك في القناه لو اول مره تسمعيني، وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله، وكمان ما تنسيوش بلايك حلو زيكم. بصوا بقى يا حبايبي، هي دلوقتي كده اهي، انا هاخدها كده ايه اقطعها وافتحها من بعضها عشان تبقى سهل عليا في الميه. انا حاطه بقى يعني ايه حل على النار فيها ميه سخنه. هقول لكم بقى انا هعمل ايه عشان تنضف معايا بسرعه وما تاخدش معايا وقت. هقطعها كده حبايبي الحلوين. انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده قطع قد ايدي عشان اعرف انضفها كويس. اول ما الميه تغلي تعالوا اقول لكم هنعمل فيها ايه. هي بتغلي دلوقتي، تعالوا معايا حبايبي الحلوين. الميه بدات تغلي اهي، هنزل كده بمعلقه اهي، معلقه صغيره من كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم زي ما بتسموها. ممكن بدل ده تحطي، لو مش عندك بيكربونات الصوديوم ممكن تحطي البيكنج باودر بتاع الكيك تمام. احط ملح ليمون. بصوا ده كله اول، هد النار الاول عشان خاطر ما يحصلش فوران مفاجئ وتفاعل. ملح ليمون اهو اهي، حبه صغيرين كده. ولو ما حطيتيش حاجه خالص برضو وميه سخنه بس هينضف. هنحط شويه كده من الخل اهو، هيحصل بقى فوران وتفاعل. هتقولي لي بقى انا حاطه الحاجات دي ليه؟ ممكن تستغني وتعمليه بميه سخنه زي زمان ما كانوا بيعملوا اهالينا. انا حاطه صراحه عشان خاطر الريحه تتشال، لان يعني الخل برضو بينضف، والبيكربوناتو والملح اهي. هنزل بقى بالكرشه لانها بدات تغلي. بصوا بقى على النار بقى عاليه اهو، يعني ايه حاجه بسيطه كده زي ما قلت لكم. ممكن بميه سخنه خالص بدون اي افتكاسه، بس بجد بجد الليمون، ملح الليمون والبيكنج باودر او كربونات الصوديوم والخل ده حلو جدا. بس كده هاخدها ما تحطهاش كتير وهبدا اشيل عليها. تعالوا معايا هدي النار بقى عشان ايه لسه معايا كميه تانية، ههدي خالص. بصوا حبايبي بعد ما ايه، بعد ما حطيتها في الميه السخنه المغليه، ممكن لو انت لوحدك بقى تعمليها كده تمام وهتتشال معاكي بكل سهوله، بس طبعا ايه احنا عايزين ننجز ونخلص اهي. ده لو لوحدك بتحطي بقى على صينيه عندك، على القطاعه بتاعه اللحمه بحيث ان هي خشبه كده وبتعمل. انا قاعده بقى على الارضيه وكده بحيث ان ايه اخلص بسرعه تمام. لو انت بقى عايزه تخلصي بسرعه يبقى اتنين يمسكوها قصاد بعض ماشي اهو، زي ما انتوا شايفين احنا اتنين ماسكينها قصاد بعض اهو. وبسرعه بقى، ويا ريت تمسكي حاجه في ايدك لانها بتبقى سخنه جدا، لازم تعمليها وهي سخنه، لو سبتيها لما تبرد مش هتتعبك. بصوا خلي بقى حد من ولادك يمسك معاكي، جوزك يحن عليك ويمسك عليكي اهي. امسك من يا بابا كده، شد جامد بقى، شد جامد ماشي، لازم تشد على بعض جامد. دي اللي هي بقى الكرشه دي، صراحه بحب دي، اسهل حاجه بتريحني في التنظيف. امسك كده من هنا، دي خلاص دي بردت مش محتاجين اي حاجه ماشي اهي. يا سلام بقى لو السكينه بتاعتك حاميه هتجيب معاكي بسرعه. اهي الحته اللي بتبقى دي بقى خديها على ايدك انت بقى واعملها كده، هتتشال معاكي بكل سهوله.
اهي كده، تشدي بقى جامد جامد. هخلصها بقى، هي خلاص اصلا خلصت يعني اهي، وبعدين هشوف هنعمل ايه تاني. كذلك برضو اللي هي الغربال دي، لو انت عايز تعمليها على نفسك برضو هو نفس الطريقه، بتحطها كده وبتعملي بتعملي على طول. بس احنا هنعملها ازاي؟ هنمسكها قصاد بعض زي اللي فات برضو عشان ننجز بسرعه. اهي بجد بتنضف بسرعه، كل الناس بتخاف منها بس اهي معايا ما شاء الله. هي صراحه بتعك الدنيا، او الكرش عموما بتعك الدنيا، بس يستحسن انت تعمليها وانت مثلا على الحوض في المطبخ على الارضيه كده عشان ما تبهدليش الدنيا. اهي بسرعه بقى وهي سخنه. والدتي زمان كانت بتعملها بالميه السخنه بس. هخلص بقى واوريكم اللي هي الشراميط دي لوحدها في الاخر. حبايبي بقى بالنسبه للي هي الشراميط دي، بتحطها في ميه مغليه، بصي بتسيبها بس تهدى شويه صغيرين بس عشان ايدك، وبعد كده مش محتاجه سكينه ولا اي حاجه خالص، اهي بالايد تتشال بالايد اهي. بصوا سهله جدا، هي بس عشان لسه سخنه اهي، بجد سهله ومش هتعبكم خالص. الناس بتخاف منها بس بجد سهله. هخلصها بقى بنفس الطريقه دي واوريها لكم في الاخر. قلبي زي ما انتم شايفين كده، خدتها غسلتها كذا مره، شطفتها بالميه، وجيت هنا كده بحاول الحاجات اللي طبعا السكينه ما طلعتهاش، بعملها بايدي كده وبتطلع بكل سهوله، شايفين بحاول اطلعها. وباجي هنا ورا وبشيل اي حاجة انا مش حباها، اللي هي بتبقى السمرة دي بشيلها اهو، بتتشال معايا بكل سهولة. مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بس اهو بتشال كده، بتتشال بالايد خالص يعني سهلة، مفيش فيها اي افتكاسات اهي. شايفين ما شاء الله فلة، زي ما انتم شايفين كده انا عايزاها كده بتكون نظيفة وما شاء الله. وبرده من ورا، ولسه كمان هنقحها، هتشوفوني هنقحها بايه، ده كله كمان هينضف لو فيها اي حاجه. وادي برده دي كمان اهي من ورا، شايفين وادي اول واحده كنت منضفاها معاكم ما شاء الله جميله. يلا عشان نشطفهم مع بعض ونشوف هنزودهم ايه. قلبي الكرش ما شاء الله نتفت خلاص وخلصت، ما خدتش معايا حاجه. هبدا بقى اقطعها، هقطعها على قد ما انا عايزه. بصوا هقطعها الحجم ده كده لانها بتكش بعد كده، عايزه تقطعيها كبير صغير ده براحتك انتي اهو كده. خلاص كده، ودي برضو دي بتبقى بقى بصلصه او بتحمريها بتبقى تحفه اهو بالشكل ده. هخلص ونرجع لبعض تاني. حبايب قلبي ادي بقى بقول لكم انضفها ازاي ومخليش فيها ريحه خالص. طبعا انا حاطه هنا ميه رز، ميه بتاعه الرز بدل ما ارميها حطيتها هنا. بعصر بقى كمان ليمونه، تمام، احط هنا دقيق، تمام، شويه ملح، هنزل بقى بالخل شويه كده حلوين عشان الريحه. واهم حاجه بقى ده، عارفين ايه يا جماعه؟ ده توم، ثوم على فلفل اسود على كمون، بجد بجد والله العظيم بيشيل الريحه بتاعه الكرشه اهو. استحاله بعد اللي انا حطيته ده كله يبقى في ريحه. واخر حاجه وهي الاهم هقول لكم هي ايه، مفاجاه يا جماعه، الصابون الابيض. الصابون الابيض ده تحفه، انا مش يعني جايباه من دماغي، لا ده كانوا زمان والدتي زي ما قلت لكم قبل كده، هي معلمانا اي طير اي حاجه ليها ريحه زفاره بنديها رغوه كده من الصابون. الصابون ده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، ولسه كمان على فكره لازم تشطفيه بالميه كذا مره قبل ما تنقعيه في اللي انا عملته ده كله. ولسه برضو بعد ما تقعد كده حوالي ساعتين ثلاثه اربعه براحتك بقى حسب الجو عندك، بجد استحاله يكون لها ريحه. وهتدعولي بعد الفيديو ده بس كده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. وكانت معكم نورة من قناة بيت جنتي مع نورة، وما تنسوش يا حبايبي اللايك واشتراك في القناة لو اول مرة تسمعيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.